بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، فيديو اليوم عن صحراء البيض. لن تصدقوا ما وجدوا في صحراء البيض بالجزائر. هذه الصحراء التي تكونت بها الجبال الصخرية من عدة عوامل طبيعية، طبعا كل شيء يعني من الجبال الصخرية المتواجدة معنا في الفيديو، هي تشكلت عبارة عن عوامل طبيعية مرت عليها آلاف السنين. يعني الفيديو يعرض أمام حضراتنا ما هو أجمل وأروع من هذه الصحراء أو جبال الصحراء، جبال من الصخور التي تكونت وتشكلت على هذه الأشكال وكأنها أشكال هندسية. سبحان الخالق البارئ المصور. نترككم أعزائي المشاهدين مع أجمل صور الجبال الصخرية في الجزائر، وهذه الرمال والكثبان الحمراء والصفراء. سبحان الله، هذه المناطق يعني بيزورها كثير من الناس، وهنا البدو أو الرحالة على الإبل. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.